السلام عليكم ورحمة الله التاسعة تماما، موعدكم مع لاعب 12 على برو سبورت 1. حياكم اللي حاب يشاركنا من خلال هاشتاق لاعب 12. موضوع اليوم: ماذا تريد من رابطة جماهير نادي الاتحاد؟ اكتب رسالتك لهم وللجمهور العميد بشكل عام، بانتظار مشاركاتكم من خلال هاشتاق اللاعب 12. نروح لأبرز التغريدات العامة في تويتر. حساب المنتخب السعودي غرد: يجري المنتخب السعودي حصة تدريبية يوم غد الاثنين عند الأستاذ محمد بن زايد. طبعا مباراة الإمارات تعني لنا الشيء الكثير، والفوز فيها مطلب. أنت تتكلم عن صدارة المجموعة، تتكلم عن صورتك كمنتخب، تتكلم عن مركزك في تصنيف الفيفا، وبإذن الله لاعبينا قادرين على تحقيق النقاط الثلاث. حساب الرئاسة العامة لرعاية الشباب غرد: معايير تقييم الأندية والتوصيات النهائية لفريق عمل دراسة عدد واقع الأندية فيما يخص الأندية التجارية. طبعا المعايير كثيرة، ومنها طبعا الموقع الجغرافي، المنطقة، عدد السكان، المسؤولية الاجتماعية، الإنجازات الرياضية اللي حققها النادي وغيرها، موجود طبعا في التغريدة، في صورة ممكن تلقاها في التغريدة هذه. كل نادي له موسم، استعجلتوا يا شباب، كل نادي له موسم واحد يطبق من خلاله هذه المعايير ويتم تقييمه في نهاية الموسم. متعال الله إن شاء الله نشوف أنديتنا كلها أندية تجارية، متعال الله يا رب. بالمناسبة، الإدارة العامة للإعلام والنشر في الرئاسة العامة رعاية الشباب سجلت سبق جديد في تواصلها مع الجمهور الرياضي لما غطت المؤتمر الصحفي الأمير عبدالله مساعد اليوم عبر حسابها في البيرسكوب، الحساب الرسمي للرئاسة العامة رعاية الشباب، وكتبوا طبعا كانوا يتكلمون قبلها، وذلك في الساعة 1 من بعد ظهر اليوم القادم في المجمع الأولمبي، وسيتم بثه مباشرة عبر تطبيق بيرسكوب. هذه خطوة جديدة وتحسب للإدارة العامة في الإعلام والنشر في الرئاسة العامة رعاية الشباب. حساب نادي الشباب غرد: واصل اللاعب سيف الحشان برنامج التأهيل اللياقي باللف حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. سيف الحشان طبعا أصيب بالرباط الصليبي بداية الموسم وبدأ الآن في عودة، إن شاء الله ترجع يا فيصل وتبدع. أخيرا حساب نادي الاتحاد غرد تغريدتين: يلاقي الفريق الكروي الأول مساء اليوم فريق بني ياسر الإماراتي ضمن معسكر جبل علي التحضيري، موفق الاتحاد إن شاء الله. التغريدة اللي بعدها: رد النادي على طلب تقديم موعد الديربي. طبعا مباراة الأهلي والاتحاد الجاية، خبر صحفي في ردي على خطاب رابطة الدوري المحترفين: رفض مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ إبراهيم بلوي مقترح تقديم موعد لقاء الديربي أمام فريق الأهلي الذي سوف يقام يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة، وطالب بإقامة اللقاء في نفس موعد المحدد. أنا ما أعرف إيش مسببات نادي الاتحاد أو الإدارة نادي الاتحاد، إذا في عندهم أسباب منطقية فهذا من حقهم طبعا، لكن أنا يعني وجهة نظري كمتابع لو وافقوا يعني يا جماعة بالعكس أفضل، عشان الناس تستمتع بمباراة الاتحاد والأهلي ويقدرون يشوفون الكلاسيكو كمان، فإيش المشكلة يعني؟ إلا إذا عندهم أسباب منطقية في نادي الاتحاد حول هذا الموضوع. موضوع حلقة اليوم: رابطة الاتحاد. الكلام عن رابطة الاتحاد طبعا صعب اختزاله أو اختصاره. كيف تختصر 35 سنة ويمكن 40 سنة ويمكن أكثر من وجودها الرابطة في ملاعبنا؟ رابطة جماهير الاتحاد تاريخ، وما أجمل التاريخ حين يكون له علاقة بالعميد. ماجد بن رايف والتقرير. هذه ليست حفلة غنائية على أحد المسارح، وليست جلسة طربية لأحد الفنانين، هذه هي مدرجات الاتحاد. وإن لم يسبق لك الحضور في هذه المدرجات فإن متعة كاملة الطرب قد فاتت عليك، فهذه الجماهير التي تملأ جنبات الملعب في غالب مباريات العميد تعلم يقينا بأنها ستخرج من ذلك المكان وقد تشبعت عواطفها طربا واكتملت أحاسيسها سلطنة، حتى أصبحت المعادلة في مدرجات الاتحاد طردية بين المتعة
وبين اقترابك من رابطة العنيد. وأما إن كنت تسأل عن هذا الرجل المتواجد في منتصف الرابطة منذ 35 عاماً، فهو كبيرهم الذي علمهم التشجيع، وصوتهم الذي أصبح لاعباً أساسياً حتى وهو في المدرج، أبو فاطمة صالح القرني. وإن كان للاتحاد جمهور وعشاق، فإن لجمهور الاتحاد ورابطته بقيادة القرني جمهور وعشاق أيضاً من مختلف الجنسيات. أرقام الحضور الجماهيري في الموسمين الماضيين التي يتربع على صدارتها العميد تصبح شاهداً قوياً على فعالية رابطة الاتحاد التي أصبحت المورد الأهم لتصدير الأهازيج لكامل الوطن العربي. معي من جدة صالح القرني رئيس رابطة مشجعي الاتحاد. مرحبا أبو فاطمة، حياك الله في اللعب 12. يسلم عمرك أخوي مسفير، وأنا سعيد بتواجدي معاكم. الله يديك ألف عافية حبيبي. الله يعافيك أبو فاطمة. 35 سنة ويمكن أكثر وأنت في تترأس رابطة جماهير نادي الاتحاد، عمر طويل وتاريخ كبير. حدثنا باختصار عن رابطة جماهير الاتحاد منذ تأسيسها إلى اليوم. رابطة مشجعي نادي الاتحاد أسست مع تأسيس النادي، لأنه نادي الاتحاد أسس على الجماهير الموجودة في مدينة جدة. بعدها طبعا نتكلم عن الرسميات. إذا الرسميات بدأت الرسميات في الثمانينات الهجرية بالضبط، في تكوين مسمى رابطة المشجعين. إنما قبل كده كانت اجتهادات جماهيرية من كثير من الجماهير الاتحادية المعروفة في ذاك الفترة، وكانت جماهير عاشقة كما هي الآن. رسميا بدأت في الثمانينات الهجرية كتأسيس رابطة مشجعين نادي الاتحاد قبل أكثر من يمكن 50 سنة أو أكثر. ما شاء الله تبارك. كمسمى رابطة مشجعين نادي الاتحاد عين لها الأستاذ عبد الله الشعيب رحمة الله عليه. الله يرحمه. وكان ما شاء الله تبارك الله خير قائد، وكان يحظى بحب كبير من رجالات الاتحاد. وما زالت هذه الرابطة متماسكة إلى هذا الوقت، وإن شاء الله تستمر دائما كما هي بوجود الشباب القادم اللي إن شاء الله يبيض الوجه في مدرجات الاتحاد. أنت أبو فاطمة متى مسكت زمام الأمور في نادي الاتحاد؟ كم لك سنة ما شاء الله؟ عام 1411 أصبحت رئيس رابطة الاتحاد. نعم. يعني كم سنة الآن تقريبا؟ حوالي 26 سنة. 26 سنة وأنت رئيس رابطة سنة رئيسا لرابطة المشجعين. نعم. وكم سنة كنت عضو دخلت فيها؟ الرابطة عام أيوة قبلها 9 سنوات عضو. يعني أنت تتكلم عن 35 سنة تقريبا. نعم في هذا الحدود. ما شاء الله تبارك. 35 سنة أبو فاطمة وأنت في رابطة جماهير الاتحاد، تقدر تحدد مباراة واحدة كانت هي أسعد مباراة كنت فيها في المدرج الاتحادي بالنسبة لك؟ أسعد مباراة وأنا في المدرج طبعا مباراتنا نهائي كأس آسيا مع العين. مع العين اللي في جدة في ملعب عبد الله فيصل. نعم هذه تقول في الملعب. إنما كل مباريات الاتحاد طبعا فيها سعادة وفيها بهجة. عارف لا بس إن حتى اللي فيها خسارة. نعم. حتى اللي فيها خسارة برضو أنا أحس إنه أنا قدمت عطاء جميل للاتحاد. مباراتكم وانتهت مباراتكم مع العين صالحة. انتهت 3-2. لكن أجمل مباراة هي مباراة العين. نعم. انتهت 3-2 حسب ما أذكر ولا أنا غلطان؟ 4-2. 4-2. طيب في المقابل العكس، إيش أكثر مباراة حزنتك وأنت رئيس لرابطة الاتحاد أو حاضر في المدرج؟ برضو كان في مباراة هي تعتبر نهاية آسيا. ضد الفريق الكوري كانت في جدة، وخسرنا طبعا فزنا في المباراة بس خسرنا بفارق الأهداف للبطولة. طيب لو سألتك من يعني خليك من إدارة النادي حاليا بشكل عام سابقا. نعم. باستثناء رابطة النادي إدارة النادي حاليا، من أكثر شخصية طوال هذه السنين أنت شعرت بأنها كانت قريبة من رابطة الاتحاد وكانت مهتمة فيكم كجمهور اتحادي؟
ما في اداره مرت يعني على نادي الاتحاد. انا ما اقدر اميز اداره او المع اداره يعني انها هي مهتمه. المدرج الاتحادي هو اهتمام لكل الادارات شخصيه على الاقل، مو لازم اداره. في المدرج اذا ما اهتموا في المدرج مشكله. نعم، شخصيه معينه، مثلا في شخص معين شعرت انه هو الشخص هذا مهتم كثير في حتى لو ما كان رئيس نادي، لو كان عضو شرف او يعني اي شخصيه اتحاديه او غير اتحاديه حتى. والله شخصيات الاتحادية أنا قلت لك أنا ما أقدر أميز شخصية، لأنه كل فترة لها 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 رئيس نادي وكان مهتم، ولما راح جاء الرئيس اللي بعده برضو بالاهتمام موجود، كان الاهتمام موجود دائما. بس أكثر واحد يعني أنا بالأمانة يعني كان يتابع وحتى يسأل إلين ربنا، طبعا الآن هو تعبان شوية، اللي هو عم أحمد الشقاح صاحب محلات الرياض والشباب. هذا الرجل كان يعني قريب كثير من المدرج الاتحادي بحكم عضويته الشرفية وبحكم انه مشجع اتحادي. هذا كان قريب، انما اللي تواجد الان هو ربنا ان شاء الله يشفيه ويعافيه ويدي الصحة والعافية. هذا الرجل انا احبه كثير جدا. طيب ابو فاطمة، في يعني زي ما كنا نقول انه ما شاء الله لك تاريخ طويل، مع اكيد قابلت شخصيات، قابلت يعني اعضاء شرف، في موقف معين من شخصية رياضية ما زال إلى الوقت الراهن تتذكرونه لما تجلسون مع بعض؟ أتذكر إيش معليش؟ موقف من أي شخصية رياضية كان لها موقف مع رابطة جمهور نادي الاتحاد؟ كثير شخصيات لها مواقف جميلة مع رابطة مشجعين نادي الاتحاد. أتذكر كنا في المنتخب وكان الأمير سلطان بن فهد واقف، وكان في احتفالية بالمنتخب حفل عشاء، وجينا داخلين، طبعا أنا أول مرة قابل الأمير سلطان، فبيعرفوني عليه، بيعرفوه علي، بيقولوا له هذا صالح القرني. قال لا تعرفوه، هذا رجل ما شاء الله مشهور في كل بيت يعني. فكانت كلمة جميلة من الأمير سلطان في ذاك الوقت، حسيت كذا انه انا شغلك ما راح ابث عندي. الحمد لله. يعطيك العافيه ابو فاطمه. علم في راس نار، لو سالتك ايش رايك في صالح القرني؟ صالح القرني امتد قوته من مدرج الاتحاد، وامتد كل اللي عملته هذا لولا جمهور الاتحاد ووقفته وحبه للعمل اللي انا اقدمه، ما كان صالح اتعرف عند الناس. هذا هو صالح القرني بكل بساطه، انه هو شخص امتد قوته من مدرج الذهب. طيب خلينا نسمع معكم على المشاهدين راي جماهير الاتحاد، وش رايهم في صالح القرني، ونرجع. والله الاتحاد يجيبني، وصالح القرني يجيبني، واي شيء في اصفر واسود يجيبني. في زيه العندليب، احلى عندليب، احلى عندليب. كيف صالح القرني العندليب حقنا؟ كل الانديه تقلد صالح القرني، ما في احد مكان يقلد، ما يعني ما يقلد. شوف انت، روح شوف الانديه الثانيه بتشجع مين، وكلها هزيج مين، هزيج صالح القرني. في غيره؟ اخر طرب الجنرال حقنا بصراحه. أوه، جنرال من درجات خايد والله. لا، انت ادرى عاد ما شاء الله. شكرا للزميل رياض المزهر. الجنرال ولا العندليب، ايش تفضل؟ والله هو مسكت معايا كلمه العندليب هذه. لكن انا يكفيني لما يقابلوني الناس بابتسامه جميله رحابة صدر حلوة، ويعني تشجيع دائم على أنه أقدم لهم الشيء الجميل والجيد، وإن شاء الله أنه ربنا في القادم الأيام في ألبوم جديد حنقدمه لهم بإذن الله تعالى. طيب خليك معنا أبو فاطمة، حنروح بس فاصل قصير، نواصل بعد اللاعب 12. خليكم معنا مشاهدينا الكرام. في بث الروح تخصص، في إرباك الخصم حدث ولا حرج،
جماهير الاتحاد هي جماهير لها جماهير. أطربني يا مدرج العميد. الزميل رياض المزهر اللي عملنا التقرير، والزميل راشد عقيد أيضا معي من جدة صالح القرني رئيس رابطة مشجعي الاتحاد. أبو فاطمة طلعنا فاصل ورجعنا لك، حياك الله معنا من جديد في اللعب 12. سلمك حبيبي أبو فاطمة. أبو فاطمة لو سألتك في الرياض نسمع أهازيجكم، في الدمام نسمع أهازيجكم، في الخليج نسمع أهازيجكم أيضا، يضايقكم الموضوع ذا ولا يفرحكم؟ لا ابدا ما يضايقنا، كيف يضايقنا؟ بالعكس هو شيء يسعدنا انه نحن اللي بنقدمه، العمل اللي بنقدمه يعني صارت الناس تردده، وهذا يدل على انه الشيء حلو اللي بنقدمه شيء طيب، والحمد لله ربنا يديم الصحه والعافيه اللي بيرددوه يعني. طيب احيانا في المدرج تقلبونها طرب، تطلعون موضوع تشجيع اللاعبين تقلبونها طرب، صحيح الكلام هذا؟ والله صح، صحيح بعض الأحيان، مو دائما، بعض الأحيان لما تكون النتيجة يعني صارت في اليد يعني، لكن المباراة مشدودة ومباراة مهمة حساسة مشدودة، النتيجة متقاربة 1-1 1-0، صعب أنك تطلع للطرب وأنت في حالة شد يعني، لكن لما تكون 2-3 على نهاية المباراة تطلع. طيب خلينا نشوف معاك المدرج أحيانا مع المشاهدين طبعا يتحول إلى جلسة طربية في الاتحاد وحب وغرام في مدرج الاتحاد، كل شيء يمتع الجمهور ممكن تلاقيه، نشوف معاكم نرجع. أوي من الشباك لرميلك
الاتحاد. يمكن اللي يشوف هذا كله انت قاعد تتبسم وتضحك ابو فاطمه، اللي يشوف هذا كله كله يعني تشعر انه روح صالح القرني موجوده في حمدان مغربي، موجوده في الاشخاص الاخرين. والله ان شاء الله موجوده دائما الروح الحلوه والروح، بس هذه انا بيني وبينك يعني الاشياء هذه تكون دائما بين الشوطين، يعني ما تكون المباراه شغاله، صعب انه يغني اغاني زي كذا المباراه شغاله. طيب بس بالعكس بالاخير انه في متعه للجماهير يعني سواء في وقت المباراه ولا بين الشوطين. اكيد اكيد، هو بين الشوطين دائما وقبل المباراه بنسوي اشياء ما لها علاقه بالمباراه، لكن لما تبدا المباراه صعب انه نغني اغاني زي هذه. طيب. لكن الاغاني هذه دائما قبل المباراه او بين الشوطين. طيب لو سالتك في المباراه غالبا ما نغني الاغاني الطربيه، بس الطربيه الحماسيه يعني. طيب لو سالتك يا منيتي وفي اشياء زي كذا. نعم. طيب لو سالتك سؤال اخير، متى سيترجل النمر صالح القرني من مدرجات الاتحاد؟ والله شوف، هو اكيد كل شيء له بدايه وكل شيء له نهايه، شيء طبيعي يعني. وان كان لسه في شويه حماس يعني كم سنه كذا، يعني ما في القوه والمتانه حقت 20 سنه و30 سنه، طبعا شيء طبيعي انه الجيل الجديد، انا بشتغل على انه انا هيئ جيل جاي من حمدان مغربي والمجموعه اللي معاه. طبعا انا بس في نقطه اخ بسفره بتكلم فيها عن مجموعه النمور الذهبيه في نادي الاتحاد. هذه المجموعه ما شاء الله تبارك الله بتقدم عطاءات جميله وبتقدم شغل ممتاز جدا، وخاصه لما يكون عندنا تيفو جميل يقوموا بعمله بطريقه جميله جدا، اضافه الى جهدهم المميز في المدرج وكل المباريات الفئات السنيه. طيب ابو فاطمه خليني يستاهلون، خليني اروح معاكم على المشاهدين للتغريدات في هاشتاج اللاعب 12 اليوم وشوف تعليقك عليها. بالتاكيد استاهل عندليب صالح القرني هذا الاثراء، ولكن للاسف ما كنت اتوقع غيابه وغياب الرابطه الاتحاديه عن مباراه المنتخب. مباراه ماليزيا، وش رايك عن ايش؟ عن مباراه المنتخب امام ماليزيا، غبتوا عن مباراه الجمهور الاتحاد، ثلاثة أرباع الملعب موجود هو جمهور الاتحاد، أنا متأكد. النمور الذهبية كانوا موجودين، وهذول جزء لا يتجزأ من نادي الاتحاد وجزء لا يتجزأ من رابطة مشجعين نادي الاتحاد، ومو يعني مو شرط صالح يحضر، أنا هذه يمكن ما حضرت ولا مباراة المنتخب اللي فاتت. طيب. كلها ما حضرتها، أنا مشغول عندي مناسبات، عندي المباراة كلها، إيش معنى هذه المباراة دققوا عليها يعني؟ طيب هذا يقول تحياتي الوطنيه ما في مزايده عليها ترى، على فكره اخ مسفر. اكيد اكيد ابو فاطمه، تحياتي للعندليب. الوطنيه ما فيها مزايده، انا بتكلم لكل الناس اللي حبت انها تصطاد في الماء العكر يعني. طيب الفتره اللي فاتت هذا يقول تحياتي للعندليب، سؤالي يقال بان الالتراس قدم هزيمه جديده لك ورفضتها، ما هو سبب الرفض؟ ونتمنى في مباراه الديربي هزيمه جديده بشكل سريع، ما عاد عندنا وقت. لا ما بالعكس، الالتراس ما عندنا التراس في النادي، عندنا النمور الذهبيه، هذا الاسم اصلا يعني ما طيب من الحكومه يعني ممنوع هذا الاسم. طيب سافرح عند الفوز. نعم. وساقنع عند التعادل وساظل وفي عند الخساره، هذا ما تعلمناه من حب الاتحاد زايد القرني. وقف التحيه لرجل حببنا للعميد اكثر بلا شك. اخر تغريده، اعطونا اخر تغريده يا شباب. اللاعب 12، لو لم يكن هناك مكبرات فانتم الصوت الاعلى، لو لم يكن هناك تيفو فانتم ابهرتوا الجميع، لو لم يكن هناك أمل فأنتم صناع القرار. صالح القرني رئيس رابطة جمهور الاتحاد، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، وصلنا معكم نهاية برنامج اللاعب 12، شكرا اللي تابعنا وشكرا اللي شارك معنا في هاشتاق اللاعب 12. موعدنا بكرة 9 مساء، أشوفكم بخير.